السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول فلون أيتما ديستما، ونواصل النقاش حول المواضيع الدينية التي نتكلم فيها ونطرح أسئلة ونطرح أفكار ونناقش فقط. نحن لا نفتي وليس لدينا الحقيقة المطلقة، ولا أحد لديه الحقيقة المطلقة. هذه أفكار شخصية ونظرة شخصية، فإذا لا يتفق مع الناس، إذا كانت لا تعجب الناس، فيضربوها عرض الحائط وينسوها وانتهى الموضوع، فقط بدون سب ولا شتم. نحن نريد أن يقرأ الناس القرآن أولا، وأن يقرأ الناس القرآن قراءة علمية حديثة تدبرية ليفهموه، لأن الذي يقرأ القرآن فقط فمثله مثل الذي لا يقرأه. أين الفرق؟ إذا كنت تقرأ فقط من أجل القراءة فمثلك مثل الذي لا يقرأه. القرآن يجب أن يقرأ الآن بطريقة علمية تدبرية حديثة، وأن ينتبه الناس لألفاظ القرآن، وهي الطريقة التي نحن الآن نؤطرها، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك، أن يقرأ الناس القرآن ألا يبقوا خائفين من المصحف. لماذا؟ لأنهم خوفوكم من القرآن. يجب أن تكون لديك الآليات التفسير والعلم البيان والنحو والبلاغة واللغة، وعلماء الإسلام هم الذين يفسرون القرآن، ورجال الدين والعلم له أصحابه، والناس درسوه في الجامعات وكذا. خوفوكم من القرآن. القرآن ليس ملكا لأحد، لازلت أقولها يا عباد الله، القرآن ليس ملكا لأصحاب الشريعة ولا لأصحاب الفقه. القرآن ليس ملكا لأحد، القرآن أنزله الله علينا جميعا، وأن يقرأه جميع الناس وأن يفهمه جميع الناس، وليس مادة تخصص يتخصص فيها شخص وينتفخ على الناس. وهذا ما وقع للشرائع التي كانت قبل القرآن، هذا ما وقع للمسيحية ولليهودية، لأنهم نبذوه وراء ظهورهم. فالناس كلهم الآن يقرأون ويكتبون يا عباد الله. الشرائع الدينية الأخرى المسيحية واليهودية كانت في وقت لم يكن الناس يقرأون ولا يكتبون، كان علماء بنو إسرائيل فقط. نحن الناس يقرؤون ويكتبون الآن يا عباد الله، الناس كلهم يقرؤون ويكتبون. ليس لدينا يعني أمية في البلدان في العصر الحاضر، فلماذا لا يقرأ الناس القرآن؟ لماذا؟ لأنهم خوفوكم من القرآن، أصبحتم تخافون من القرآن. إذا لم تفهم يعني كلمة أو مصطلح في القرآن، ذهب إلى القاموس فقط. الكلمة، أقول الكلمة وليس الآية، قرأ يعني الكلمة في القاموس تفهم معناها. إذا لم تفهم يعني كلمة حديثة بالنسبة لك، ذهب إلى القاموس يعني وانظر يعني وقرأ القرآن أنت بنفسك، ولا تعتمد على أحد ولا تنتظر من أحد أن يفسر لك القرآن. هذه يعني النقطة الأولى. ثم في هذه الحلقة أردت أن أتكلم عن متلازمة لا، يعني متلازمة لا سأتكلم عنها في فلسفتي، خصصت لها يعني صفحات وصفحات متلازمة، لأن هناك أمراض كثيرة شخصها الطب الحديث، ومن جملة هذه الأمراض أمراض سماها الطب الحديث بالمتلازمات ساندروم. وهذه المتلازمات تكون في الشخص ربما يزداد بها، وتكون في الشخص وتبقى في طول حياته، لأن ليس لديها علاج، لأنها متلازمة ساندروم، ليس مرض عضوي أو مرض طارئ أو شيء، وليس حتى سرطان. وهذه متلازمة لا سميتها هكذا، أنا شخصتها وسميتها متلازمة لا لدينا في مجتمعاتنا. ما هي هذه متلازمة لا؟ هذه تصيب أشخاص ويصبحون يقولون لا لكل شيء، ولا علاقة لها بالمستوى. ممكن يكون شخص عنده شهادة ابتدائية وتكون عنده متلازمة لا، ممكن يكون دكتور أو طبيب أو مهندس أو أستاذ جامعي وتكون عنده متلازمة لا، لكن لا توجد عند المفكرين. غريب، هذه المتلازمة لا توجد عند الفلاسفة وعند المفكرين، هذو يعني الأدباء الذين يكتبون، المفكرين والأدباء والفلاسفة ليست لديهم هذه المرض، هذه متلازمة لا. بالعكس، الأديب يعني والفيلسوف والكاتب والمفكر
يريدك أن تنتقد، بالعكس لأنه في صالحه أن تنتقده، لأن انتقادك يعني سيفتح عقله على أشياء يجيب عليها، ثم سينمي فكره. لكن ما عدا الذين يشغلون العقول، ما عدا المفكرين الأدباء الفلاسفة، فمتلازمة لا قد تصيب شخص لا يدخل إلى المم يدخل إلى المدرسة، قد تصيب شخص بجميع المستويات من المدرسة الابتدائية والثانوية والجامعية وحتى الدكاترة، حتى أنا الدكاترة أطباء الآن عندهم متلازمة لا. متلازمة معنى متلازمة لا، أنه يقول لا لكل شيء، لا يقبل أي شيء، هكذا هذا مرض، يعني أصبح مرض فيه، حتى ولو وزعت عليه الذهب يقول لك لا. متلازمة لا من أين أتت؟ أتت من مرحلة السبعينيات، أواخر الستينيات السبعينيات والثمانينيات، ثالث تسعينيات لازالت لدينا الآن، كانت في السبعينيات والثمانينيات كانت عند رجال السياسة، كانت متلازمة لا عند أصحاب الإيديولوجيات، كان هناك تصادم بين أصحاب الإيديولوجيات والأحزاب، لأن الأحزاب كلها كانت يعني حزب يضرب الآخر ويبحث له عن حجة أو يشوه هذا الحزب أو أخطاء إلى آخره، ثم يقول دائما لا، ثم لما يحكم هذا الحزب يصل إلى الحكم، فهناك معارضة، الحزب الآخر يأخذ معارضة ثم يقول لهذا الحزب لا، ولو أصلح البلاد ولو عمل ما عمل ولو وزع الذهب، الحزب الآخر يقول له لا حتى يحكمه. هذه متلازمة لا كانت من قبل عند رجال السياسة، الآن أصبحت عند جميع الناس. شخص يقول لك لا هكذا، لا يفهم الموضوع، لا يفهمك عن ماذا تتكلم، هكذا لا، أصبح فيه مرض، لا لا يقبل أي شيء، لا. متلازمة لا خطيرة جدا. لماذا؟ لأن صاحبها لا يتعلم ولا يستفيد ولا ينمي فكره ولا معرفته، يبقى دائما معلق. لماذا؟ لأنه يبحث دائما عن السلبي، وهو ما يسمى بضرب الآخر، تسمى في الفلسفة ضرب الآخر، وهذا ضرب الآخر هي اللي عندنا دابا في مجتمعاتنا الآن حاليا في مجتمعاتنا، ولا نريد الشباب أن يصاب بهذه المتلازمة. ولذلك قلت للشباب الجامعي السنة الماضية، طلبة الشريعة وطلبة الدراسات الإسلامية وطلبة القانون وطلبة المواد الأدبية لما أرادوا أن يدخلوا للحملة، لأن هذا الكهان جر طلبة السلفيين في كلية الشريعة، بدأوا يعطسوا. فلذلك قلت للشباب أنت شباب في الجامعة وأنت يعني في عالم المعرفة، فاستفد وتعلم، لا تنتقد أحد ولا تتبع أحد، استفيد من المشهد، هناك صدام بين 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 الناس، فاستفيد. الشباب يجب أن يستفيد وليس لا ينخرط أو ينزلق مع تيار معين ثم يقول لا. وهذه متلازمة لا أصبحت الآن هي السائدة هي في ميدان الصحافة، هناك صحفي طلع صحفي يقول لا، في ميدان في كل الميادين، في كل الميادين هذه متلازمة لا أصبحت شائعة. ولذلك الشباب، أحذر الشباب، لا تسقط في هذا الفخ، لا تكون لديك متلازمة لا، انظر إلى الموضوع، لا تنظر إلى صاحب الموضوع، لأن مع الأسف إذا كان صاحب الموضوع لا ينتمي للتيار الذي أنت تنتمي إليه أو الفكر الذي تنتمي إليه، فستحاول أن تقول له لا. مثلا إذا كان مثلا التيار الذي تسمونه أنتم التيار العلماني، إذا كان شخص من التيار الإسلامي يحدث، فشخص من التيار العلماني سيقول له لا، هكذا سيقول له لا، بغض النظر عن الشخص ولا عن الفكر وعلى ماذا يقول. وهذه متلازمة لا هي تأتي من الصدامات بين الإيديولوجيات وبين التيارات والأفكار. إذا كان مثلا يعني ما يسمونه ملحد أو علماني، يعني مفكر كاتب أديب إلى آخره، ولو ألف 100 كتاب فيها ما يصلح المجتمع، التيار الإسلامي سيقول له لا، هكذا لا، لأنه ملحد أو لأنه. لكن تناقض لحاصل في المجتمع أن حتى هذه التيارات الإسلامية هم درسوا في أمريكا وأوروبا، ودرسوا عند أشخاص علمانيين ويعني أتيست، يعني حتى لا دينيين، وحتى أنهم يعادون الدين، درسوا عندهم وأطروهم ماستر ودكتورة. لكن أن تكون يعني علماني أو ملحد أوروبي أو أمريكي لا بأس، نسلم عليك ونشرب معك قهوة. لكن أن تكون علماني اسمك حسن وأحمد وعبد الله، أنت غير مقبول، غير مرغوب فيك، يعني أنت يسميك عدو الله، هكذا. فالشباب يجب أن لا يدخل لهذا الوحل،
شباب، هذا وحل ولا تستفيد منه أي شيء. يجب أن يكون يعني أن تفتح عقلك على الأشياء وأن تستفيد وأن تنمي فكرك وعقلك، يصبح لديك أنت رأي وليس تتبع تيار معين يفكر لك. هذا هو يعني، وهذه متلازمة. لا الآن انظروا مثلا في منصات التواصل الاجتماعي، دخلوا الفيسبوك، دخلوا اليوتيوب، دخلوا الانستغرام، دخلوا التويتر، دخلوا جميع المنصات، دخلوا لهم تيليجرام إلى آخره، يعني أي شخص يكتب فكرة أو يعني، وانظروا ماذا سيقولون له. لا هكذا لا، يعني لا لماذا؟ فقط لأن الشخص لا يحبونه، فقط لأن هذا الشخص لا يحبونه هكذا يعني. وقد يعني بعض الأشخاص يمررون أفكار خاطئة للناس فقط لأنهم معهم، ولأنهم يعني معهم في هذا، يقبلون أفكارهم ولو كانت خاطئة فقط لأنهم معهم في التيار. مثلا لما نذهب إلى مثلا يدخلوا الناس يصلوا في المسجد، لما يروا شخص يصلي في المسجد يقول أفكار يقبلونها، نفس الأفكار إذا قالها شخص آخر لا يصلي لا يقبلونها. يعني انظروا يعني العاطفة والاندفاع والعاطفة والجهل كذلك يعني في الناس. فمثلا الكتب، أنا تكلمت عن كتب، احنا قرينا كتب لعلمانيين لمسيحيين، قرينا كتب يعني لملحدين، قرينا كتب يعني قرينا كتب بغض النظر عن الكاتب من هو لمن يكون، لكن قرينا الفكر، قرينا الفكر يعني أين المشكل؟ لكن هناك أشخاص كانوا ينتقون الأشياء كانتقاء، تقول لك لا هذا الكتاب صاحبه ملحد لا أقرأه، غريب لماذا لا تقرأه؟ عجيب لماذا لا تقرأ هذا الكتاب؟ لا يقول لك صاحبه ملحد أنا لا أقرأه. ولذلك الشباب يجب أن لا تنزلق وأن لا تكون لديك متلازمة، لا يجب أن تقبل الآخر، أن تناقش الأفكار. لماذا؟ لكي تكون قوي. إذا لم تناقش ولم تطرح أسئلة ولم تجب على الأسئلة ستبقى ضعيف، لن تقدر على المجتمع. لكن إذا أجبت عن الأسئلة، ولكن ليس بالسب والشتم والمواجهة العنيفة أو لماذا لا لأنك لا لا لا، انظر الفكرة ما هي، هذه الفكرة ماذا تقول، ثم من أنت ومن هو، هل هذه الفكرة في أي ميدان، في الميدان الديني هذا الشخص ماذا يقول، هذا الشخص يقول شيء عن القرآن يقول لماذا يقول القرآن هذا ملحد، لا لا انظر ماذا يقول ولماذا قال هذه الأشياء بعقلك أنت، لكي تصل أنت للحقيقة، وليس لأن يعني هذا الشخص يقولون عنه أنه كافر وملحد وشين تبتعد منه. وهذا هو ما وقع، هذا هو ما وقع في التسعينيات من القرن الماضي، أن أشخاص لعنوهم فقط لأنهم لا يصلون، رغم أنهم أدباء ومفكرين وفلاسفة كبار، وأشخاص قيمتهم صفر وقرأوا لهم الكتب وعظموهم فقط لأنهم يصلون معهم في المسجد. وبهذه الطريقة أيها الشباب سيكون لك فكر خاطئ، سيتكون لك رأي خاطئ وفكر خاطئ، وستكون أفكارك كلها متناقضة. يجب بغض النظر عن الشخص من هو، يصلي أو لا يصلي أو كافر أو مؤمن أو ملحد، يجب أن تقرأ الفكر، لأن الفكر ليس له ديانة ولا جنسية ولا لون ولا تيار ولا أي شيء. فنحن قرأنا الفلاسفة، قرأنا يعني الفلاسفة كلهم عليهم، من أرسطو حتى نيتشه، حتى نيتشه من يعني من. الناس كانوا يقولون لماذا تقرأون سيغموند فرويد، سيغموند فرويد يعني يتكلم عن يا سيدي هذه فلسفة الله يرضي عليك، هذه فلسفة خلينا نقرأ سيغموند فرويد لماذا يقول هذه الأشياء. ومع ذلك فلسفة سيغموند فرويد التي لعنوها لأنها تتكلم عن الجنس فيها أفكار صائبة وفيها أشياء تكلم عنها سيغموند فرويد، أتحدى فقهاء العالم أن يتكلموا عنها، تكلم عنها سيغموند فرويد. هذه المسائل يجب أن لا يكون لدى الشباب أفكار خاطئة، يجب أن لا تكون لديك أفكار خاطئة أيها الشباب. حذاري من متلازمة لا، لأنك تكره الشخص ثم تقول لا لفكري، لأنك تكره الشخص لا تقبل ما يقول. وهذا هو ما يزرعونه الآن في المجتمع، من التيار الفاشل المنهزم. والآليات هذه المتلازمة لا
يعني لما ترى شخص شباب تعلم، احنا كبرنا كنعرفوا مستوانا وقيمتنا كنعرفوها، لا نحتاج لشخص ان يزكيها لنا. انا عارف من انا، انا كنعرف من انا، لا احتاج اي شخص من يقول لي من انا. تعلم الشباب، تعلم تكون قوي في المجتمع، تعلم تكون قوي، تعلم يعني تعرض للانتقادات، وتعلم تعرض للمواجهات لتكون قوي في المجتمع. فيعني لاحظ أيها الشباب، لما شخص يسجل فيديوهات على اليوتيوب لمدة 3 سنوات وخمس سنوات وخمسين حلقة وسبعين حلقة يسجل، هذا الشخص لا يأتي بنصف فكرة من عنده من مخه. إما يعمل فيديو على شخص، أو يعمل فيديو على خبر سمعه لشخص آخر، ويعني ويبدأ يضرب ويسب ويشتم، وليس ينتقد، يسب ويشتم. لأن مصيبتنا في مجتمعاتنا العربية هذه الإسلامية، مصيبتنا أننا لا نفرق بين الانتقاد وبين السب والشتم. وهناك النقد وهناك الانتقاد الشباب، النقد خاص بالمفكرين. لما نقول كلمة نقد، يعني هذا العبد الجابري عنده نقد العقل العربي، على الفاسي عنده نقد هذا، لما يعني حتى يعني كانت هذا كانت كريتيك دو لا ريزون بيور، نقد العقل الخالص، يعني النقد أنك تبين الإيجابي والسلبي في المسألة بدون أن تتدخل أو تسب أو تشتم. الانتقاد تحاول أن تجد الثغرات والأخطاء في الرأي. شخص يقول فكرة، تحاول أنت أن تجد يعني الخطأ أو أشياء هذه لتضربها، هذا يسمى انتقاد. ففي بلداننا لا نفرق بين الانتقاد وبين السب والشتم. لما تقول للشخص يا سيدي، يقول أحذفت تعليق، يا سيدي راه هذا ليس تعليق، أنت تسب وتشتم. انتقد يا أخي، انتقد بدون أن تستعمل مصطلحات نبية، وانتقد قل ما شئت، لكن انتقد وليس تسب وتشتم. هذا هو المرض الذي لا أريد الشباب يعني أن يصيبهم، هذه متلازمات، لا أنا سميتها هكذا متلازمات، لا The Now Syndrome. هذه فهذه علي كتبت عليها في فلسفتي، إن شاء الله لما يصدر الكتاب ستقرأون يعني هذه المسألة هذه. فهذه لا يبقى الشباب يتخوف من هذه المسائل هذه. لما ترى شخص على اليوتيوب لا يأتي بنصف فكرة من عنده، فكره هو دكتور فايد لما يتكلم، يتكلم بأفكاره، لا أسب بأن فلان قالوا أتيك، لماذا هذا الشخص يقول هذا الشخص لماذا هذا. ثم تجد العناوين، الشباب قرأ العناوين في اليوتيوب، نعمل دراسة، قرأ العناوين في اليوتيوب مثلا، العناوين اللي لما ترى الانهزام، الانحطاط والانهزام والجهل وخيبة أمل يعني السقوط إلى الأرض، أن هذا الشخص يعني كيبقى يكتب ما كان يتوهمه. شباب هم يعني شخص كان يتوهم أن فايد سينتهي في شهر 5 الماضي، فايد لم ينتهي، تكتب في العنوان بدون أن يشعر فايد انتهى، نهاية فايد. قرأت 13 فيديو فيهم من فايد انتهى نهاية فايد. يعني نعطيك مثال حي يعني لتفهم هذا انهزام، هذا انحطاط، هذه خيبة أمل، هذا السقوط إلى الأرض. يعني انظر كيف يعني هو على المينياتور على تبع نهاية فايد، فايد انتهى، يعني هذا كان يتوهم، كان يتوهم أن ينتهي فايد، لما لم ينتهي بقي الوهم ثم أخرجه بدون أن يشعر في اللا شعور هذه. فلما تعلم، لما تعلم قوتك ومن أنت، فسيصبح لديك العالم كله لا شيء، ستكون قوي. أما لما تبقى تتخوف من الأشياء وتصدق الأكاذيب وتنزلق، ويعني ليس لديك فكر، ليس لديك رأي خاص، ليس لديك صلابة في الأفكار وصلابة في التفكير. ونريد شباب قوي، لماذا؟ لأننا مقبلين على فترة خطيرة. انظروا الآن الميديا ماذا تفعل في الناس، الميديا شوهت جميع الناس، فلا تصدق هذه الأشياء، يجب أن تقف أنت على الحقيقة، أنت تقف على الحقيقة أنت بنفسك، لأن هناك أشياء يعني خطيرة الآن في المجتمع. وحذاري من متلازمات لا، لأنك تكره الشخص تقول لا للفكر، حذاري من متلازمات لا، حذاري من أن تبحث دائما على السلبي لتضرب الآخر.
تبحث دائما على حجه وهي اللي تضرب الاخر، يعني ربما لا تجدها وربما ستبقى هكذا بدون فكر. اذا كنت تبحث دائما لتضرب الاخر فلن يكون لديك فكر. النهايه شباب، الخاتمه، اذا كنت دائما مصاب بمتلازمه لا وتبحث دائما على اي شيء تضرب به الاخر فلن يكون لديك فكر، لن يكون لديك فكر، لان عقلك ستوظفه في اشياء واهيه، ولذلك سيكون يعني استغلال العقل في طرق يعني لا تنفع، ولن يكون لديك فكر. فانتبه جيدا، لان هناك اشياء خطيره الان مع ما ينشر، ومن قبل كانت مناظرات، من قبل في القرون الاولى، اما الان ليس مناظرات، الان سب وشتم المعايير، الان ما كاينش المناظرات. المناظرات كانت عند اصحاب الفكر لما يتكلموا ويستفيدهم الاثنين يستفيدون، اما الان ولا تصادم، الان ولا سب وشتم. انظر حتى ما يقع في الفضائيات الشرقيه، البرامج اللي كيتشوف الراي والراي الاخر لما يصادموا اثنين، انظر ان هناك من ضرب الشخص بكرسي. هذا ليس حوار، ليس مناظره، هذا سب وشتم، هذا ولا سوق ولا حمام، وليس هذا. فهذه المسائل الشباب يجب ان تكون واعي بهذه المسائل، هذه أن يتكون لديك فكرك أنت، لا تتبع أي أحد، يكون عندك فكرك الخاص بك، وأنت من يرى الأشياء وليس شخص آخر من يراها. وحذاري أن تقول لا دون أن تفهم، عندك الحق تقول لا، نعم، لكن لا تقول لا بدون، ولا تقول لا لأنك تكره الشخص، ولا تقول لا لأنك في تيار لا يتفق مع التيار الآخر. أن تكون عندك استقلالية في فكرك شباب، يكون لديك استقلالية في فكرك، يكون فكرك مستقل عن التيارات، وعن تكون تيارات دينية سياسية كما كانت، تكون عندك فكرك مستقل. حاول ما أمكن الشباب يكون عندك فكر مستقل، وحذاري من متلازمة لا. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.